بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا فيكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع. اليوم رح ندرس الدرس الأخير في الفصل الأول، درس بعنوان كفاءة الآلة. الآلات كفاءتها مختلفة عن بعضها البعض. شو يعني كفاءة الآلات؟ يعني أنا مثلا لو أنا بدي أروح أشتري سيارة، رحت على المعرض عشان أشتري سيارة، في عندي هدول السيارتين أمامي، حكى لي البائع هاي السيارة عبيها بنزين، 1 لتر بنزين تقطع لك 12 كيلو، رح تمشي لك 12 كيلو. إذا حطيتي فيها لتر واحد بنزين، هذا اللتر رح تمشي لك السيارة فيه 12 كيلو. لا، تعالي اشتري هاي السيارة بالمقابل، إذا حطيتي فيها لتر بنزين رح تمشي لك 18 كيلو. مين رح تاخدي؟ أي سيارة رح تختار؟ تأكيد رح تروح تختار هذه السيارة. لتر البنزين الواحد رح يمشيني 18 كيلو. واو، لتر البنزين الواحد 12 كيلو، في فرق بعدد الكيلومتر صح؟ هاي السيارة رح تمشي لي مسافة أطول بلتر واحد من البنزين. شو اللي خلى السيارة الأولى تختلف عن السيارة الثانية؟ ليه كفاءة السيارة هاي أفضل من السيارة هاي؟ في أمور بتكون في الآلة بتزيد من كفاءتها أو بتقلل من كفاءتها. بعض الأمور الموجودة في الآلات تزيد من كفاءتها أو تقلل من كفاءتها. الآن نفس الشيء، أمك بتروح بتشتري غسالة أو بتشتري مروحة، فبصير يحكي لك هاي المروحة بتستهلك طاقة 100 جول، تمام؟ هاي المروحة بتستهلك طاقة أقل. ليه التنتين مراوح؟ ليه عندي مروحة تستهلك عندي طاقة أكثر من مروحة؟ أنا رح أروح أشتري بالتأكيد الآلة لكفاءتها أعلى، اللي ما رح تستهلك طاقة كبيرة، ما بتستهلك عندي طاقة كبيرة، تعمل عملها دون استهلاك طاقة كبيرة، لأنها ما رح تكلفني، رح توفر علي فلوس. ليه بتكون بعض الآلات كفاءتها أكثر من بعض الآلات؟ لأنه الآلة في داخل الآلة مسننات وقطع ومحركات. هاي الأمور الموجودة أو المتركبة منها الآلة تأخذ جزء من هذه الطاقة، تأخذ جزء من الكهرباء، تأخذ جزء من البنزين، تصرفه على شكل طاقة حرارية، طاقة احتكاك، تمام؟ هاي السيارة قطعت 18 كيلومتر في لتر واحد، هاي السيارة قطعت 12 كيلومتر في لتر واحد. ليه ما قطعت 18؟ وين راح فرق الطاقة؟ ليه ما كملت مشي؟ لأنها احتاجت إنها تصرف طاقة على دوران العجال، احتاجت تصرف طاقة على المحرك تبعها، على المسننات. إذن الآلات في عندي طاقة ضائعة، طاقة مهدورة. هاي الطاقة الضائعة والمهدورة بتكون على شكل طاقة احتكاك، طاقة الاحتكاك اللي بتضيع لي جزء من الطاقة. كيف أعالجها؟ كيف أقلل من طاقة الاحتكاك لحتى يروح البنزين كله للحركة، لحتى يروح الكهرباء كلها لدوران المروحة، لحتى تروح الكهرباء كلها لدوران الغسالة؟ كيف أتخلص أنا من طاقة الاحتكاك؟ فكرة مستحيل، مستحيل إنك تتخلص من طاقة الاحتكاك، دائما رح يكون في عندك طاقة ضائعة. مش كل الطاقة اللي بتعطيها للسيارة، مش كل البنزين اللي بتعطيه للسيارة رح يروح لحركة، ومش كل الكهرباء اللي راح تروح للمروحة رح تروح لحركة المروحة، وهكذا. دائما في عندي طاقة مهدورة رح تكون على شكل طاقة احتكاك. طيب أنا كيف أقلل من طاقة الاحتكاك؟ ممكن أقلل منها، كل ما قللت منها هاي الآلة رح تزيد كفاءتها. كل ما قللت من طاقة الاحتكاك هاي الآلة رح تزيد كفاءتها. بقلل من طاقة الاحتكاك بثلاث أشكال، يا عن طريق التشحيم، أو عن طريق التزييت، أو عن طريق البيليا. تشحيم أو تزييت أو بيليا. شو يعني تشحيم؟ شو يعني تزييت؟ شو يعني بيليا؟ التشحيم مادة نستخدمها، والتزييت كمان مادة بستخدمها، توضع بين المسننات في الأماكن اللي بتتلاقى فيها المعادن أو بيكون فيها حركة أو في المفاصل. هاي المواد بحطها في هذيك الأماكن لحتى تسهل من حركتها، تقلل من الاحتكاك. زي بالضبط لما إحنا باب البيت يصير يطلع صوت، بتروح الوالدة شو بتعمل؟ أمك بتروح بتحط، أو والدك بتروح بحط زيت على المفاصل عشان يبطل يطلع صوت. هذا الصوت سببه إنه في عندي هون احتكاك، أتخلص من الاحتكاك هذا أو أقلل منه، بروح بحط زيت أو بحط شحم. شو هي البيليا؟ البيليا هي عبارة عن كرات، كرات مثل الجلول، الجول اللي بنلعب فيه إحنا أو بلعبوا فيه الصغار. هذا البيليا بيكون موجود داخل الآلات. زي إيش آلات؟ تعرفوا السبينر بتلعبوا فيه كلكم، تشتروه. هذا السبينر جواته كرات، هاي الكرات هي اللي بتساعد هذا السبينر على الدوران، على الاستمرار في الدوران. لما تضرب السبينر بطرف اصبعك بتلاقي انه بدور مدة طويلة. كل ما كانت البيليا او الكرات الموجودة داخل السبينر كفاءتها عالية وافضل، كل ما دار السبينر مدة اطول،
كل ما بدور السبينر مدة أطول. إذا بحكي لنا هون في الكتاب بحكي لنا الكفاءة الآلة أنا ممكن أحسبها، كفاءة الآلة بإمكاني إني أحسبها بقانون معين. خلينا نشوف الكتاب بحكي لنا في عنا قانون للكفاءة، الكفاءة تساوي الشغل الناتج على الشغل المبذول ضرب 100%، أو الطاقة الناتجة على الطاقة المبذولة، مثل الشغل بالجول الطاقة بالجول. أيضا ممكن أستخدم إذا الطاقة الناتجة على الطاقة المبذولة، أحكي بدل شغل أحكي كمان طاقة. إذا الطاقة المبذولة اللي هي هاي الطاقة المبذولة أو الشغل المبذول، الطاقة اللي أنا بحطها للآلة اللي بعطيها للآلة، أنا بعطي السيارة طاقة كيميائية اللي هي بنزين عشان تحرك لي محرك السيارة، تمام؟ المحرك رح يمشي للسيارة طاقة حركية، المحرك ياخد الطاقة الميكانيكية أو الكيميائية وبيحولها لطاقة حركية، لكن بلاقي إنه مش كل البنزين يتحول لطاقة حركة، جزء من البنزين راح على شكل حرارة، فالمحرك بيسخن، المحرك بيحمى، فبيروح جزء من البنزين على شكل حرارة. الطاقة الداخلة، الطاقة المبذولة، هاي بسميها عبارة عن طاقة مبذولة، تمام؟ وهاي عبارة عن طاقة ناتجة، طاقة ناتجة. هاي الطاقة الناتجة هي المفيدة اللي بدي إياها. الطاقة الحرارية أنا ما بستفيد منها، ممكن أزود الآلة عندي طاقة كهربائية زي المروحة زي الغسالة. الطاقة الناتجة ممكن تكون حركية، ممكن تكون حرارية، حسب الطاقة اللي أنا بدي إياها من هذا الجهاز. شو وظيفة هذا الجهاز؟ مثلا المكواة راح تكون الطاقة الناتجة طاقة حرارية. كفاءة هذه الآلة بحسبها بإني أقسم طاقة ناتجة على الطاقة المبذولة وأضربها بمئة بالمئة، كلما اقتربت النسبة من مئة فهذه الآلة ذات كفاءة أفضل. في عنا هون أسئلة الكتاب بحكي لك وضحي المقصود بكفاءة الآلة. كفاءة الآلة إذا بدي أعطي أنا تعريف لإلها بأخذ التعريف من القانون. كفاءة الكفاءة هي عبارة عن نسبة مئوية، مش هي عبارة عن نسبة مئوية، هذه نسبة مئوية، تمام؟ الكفاءة هي النسبة المئوية للطاقة الناتجة، للطاقة الناتجة أو الخارجة من الآلة، الطاقة الخارجة من الآلة أو الناتجة إلى أو على الطاقة الداخلة. هاي طاقة داخلة وهي الطاقة الناتجة، طاقة مبذولة وطاقة ناتجة. إذن الكفاءة الآلة هي نسبة مئوية للطاقة الناتجة على الطاقة المبذولة، أو النسبة المئوية للشغل الناتج على الشغل المبذول، أو النسبة المئوية للطاقة الخارجة من الآلة على الطاقة الداخلة من الآلة. طاقة مبذولة أو بسميها شغل مبذول، هاي طاقة البنزين اللي بزوده للسيارة بسميه طاقة مبذولة، بسميه شغل مبذول، أو أسميه طاقة داخلة. طاقة داخلة أنا طاقة بدخلها إلى الآلة. الطاقة الناتجة أو الشغل الناتج أو الطاقة الخارجة، نفس المعنى، ثلاث مصطلحات نفس المعنى، لو استخدمتهم بستطيع استخدم اي مصطلح فيهم، تمام؟ فبالتالي انا بستطيع اعرف كفاءة الآلة اذا كنت انا حافظة القانون، نسبة مئوية لطاقة داخلة الى طاقة خارجة، بما اني انا بحسبها بالنسبة المئوية. لماذا تكون دائما اقل من 100%؟ لانه دائما في عندي طاقة مهدورة، طاقة مهدورة على شكل طاقة احتكاك، انا بحاول اقلل منها قدر الامكان بثلاثة اشكال، تزييت او تشحيم او بيليا. موجود عندي انا تزييت والتشحيم والبيليا موجودين عندي بالكتاب في صور. هي البيليا، هذا التشحيم، وهذا عبارة عن التزييت. تفكير ناقد، سمعتي عن وجود جهاز يتكون من محرك كهربائي؟ شو يعني محرك كهربائي؟ محرك كهربائي يعني إشي بياخد كهرباء وبيحوله لحركة، ومولد كهربائي بياخد حركة بيعطيني كهرباء، يستمد كل منهما طاقته من الآخر، ولا لزوم لمصدر خارجي من الطاقة إلا عند بداية التشغيل، ثم يواصل الجهاز الدوران من تلقاء نفسه. ما رأيك بصحة ذلك مبررا إجابتك؟ شو يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام بحكي لك إنه أنا عندي هون عندي إشي اسمه محرك كهربائي. هذا المحرك الكهربائي شو بيعمل؟ يحول طاقة الكهربائية إلى حركية. في عندي أيضا، أنا عندي هون أيضا مولد كهربائي، مولد كهربائي، هذا المولد بيعطيني من طاقة حركية إلى كهربائية، من حركة إلى كهرباء. احكي لك ليش ما أنا أعمل جهاز يكون موجود فيه هدول اثنين مع بعض، بالتالي أنا ما رح أحتاج لا لكهرباء ولا لأي مصدر طاقة. يعني عشان هاي السيارة أو عشان هاي المروحة تدور، شفرات المروحة بيتحركوا، الحركة بتولد لي كهرباء، والكهرباء بتروح بتحرك شفرات المروحة، وهكذا شفرات المروحة لما يتحركوا، الحركة بتولد لي مولد الكهربائي، من حركة بيولد لي كهرباء،
بعدين الكهرباء بتروح بتحرك لي الشفرات، وهكذا بحتاجش لما اي مصدر كهربائي ولا مصدر طاقة. وهذه آلة مثالية، ورح اجد انه هاي الكفاءة تبعتها 100% لو حسبتها، ما في عندي اي هدر من هدر للطاقة. بحكي لك ليش ما بيكون عندي جهاز زي هيك؟ طبعا ما رح يكون عندي جهاز زي هيك، لانه في عندي مصادر لضياع الطاقة، في عندي مصادر لضياع الطاقة، في عندي في هدول الجهازين اشي اسمه احتكاك. دوران الشفرات رح يعمل عندي احتكاك، المحرك راح يسخن، راح يضيع عندي هدر في الطاقة على شكل حرارة. فبالتالي أنا الآن لو بدي أحكي إنه المحرك الكهربائي بلشت أنا أعطيته طاقة 100%، هذا المحرك الكهربائي راح انتقل، أعطاه تحول من حركية إلى كهربائية، لكن هون خسر جزء من الطاقة، خسر جزء من الطاقة، فبالتالي راح تنخفض الطاقة هون إلى مثلا 75%. لما بده يروح يتحول من كهرباء إلى حركة ايضا راح يفقد جزء من الطاقه، لانه كمان في عندي احتكاك وفي عندي طاقه حراريه مفقوده، فراح يصفي عندي من الطاقه نحكي 60%، وهكذا راح يضل الرقم يقل. راح يصير الان كمان بده يتحول من الحركه للكهرباء، فكمان مره راح يقل عندي، بطل 60% يصير 50%، وهكذا لحتى ايش يصير عندي؟ صفر، لحتى تفنى الطاقة. هي ما فنت، هي تحولت إلى طاقة احتكاك وطاقة حرارية واختفت. فالجهاز بهذه الطريقة لن يعمل. أنا أحتاج إلى مصدر مستمر من الطاقة، أحتاج إلى مصدر مستمر من الطاقة، ما بستطيع إنه بس أعطي طاقة بالأول 100% وخلص هاي الشفرات دارت. مدام دارت الشفرات لازم تولد لي كهرباء، بعدين الكهرباء تروح تعطيني طاقة حركية، فالشفرات تضلها تدور. ما رح يكون عندي آلة موجودة بالشكل هذا وتعمل بهذه الكفاءة، هذا الشيء غير موجود. الآن في عنا هذا السؤال من أسئلة الفصل، سؤال 3 بحكي لنا مكنسة كهربائية كفائتها 80%، مقدار الطاقة الكهربائية الداخلة فيها 400 جول، ما مقدار الطاقة المفيدة الخارجة منها؟ هذا سؤال يحل على درس كفاءة الآلة. كيف أحل هيك مسائل تجيني على كفاءة الآلة؟ أول شيء بدي أفهم أنا المصطلحات اللي هو مستخدمها. لما يحكي لي مكنسة كهربائية كفائتها، فهو أعطاني هون كفاءة الآلة، أعطاني كم تساوي؟ 80%. تمام، مقدار الطاقة الكهربائية الداخلة شو يعني؟ الطاقة الكهربائية الداخلة هي الشغل المبذول. إحنا حكينا ممكن أسمي الطاقة الكهربائية الداخلة شغل مبذول أو طاقة داخلة، أو ممكن أسميها الطاقة المبذولة. إذا هدول ثلاث مصطلحات بيعطيني نفس المعنى. إذا الطاقة الكهربائية الداخلة هي نفسها الشغل المبذول، الطاقة الداخلة أعطاني إياها هي نفسها الشغل المبذول، كم يعطيني إياها؟ تساوي 400 جول. تمام، طالب مني ما هي الطاقة الخارجة المفيدة الخارجة؟ شو يعني الطاقة الخارجة؟ الطاقة الخارجة اللي هي الشغل الناتج، الشغل الناتج أو الطاقة الناتجة. تمام، إذا هو أعطاني الطاقة الخارجة وهي نفسها الشغل الناتج وتساوي مجهولة، طبعا أنا ما بعرفها. تمام، إذا أنا بروح بكتب قانون كفاءة الآلة الآن. قانون كفاءة الآلة، كفاءة الآلة تساوي الشغل الناتج على الشغل المبذول ضرب 100%. تمام، كفاءة الآلة كم؟ بدي أعود تحتها قيمتها 80%. 80% تساوي الشغل الناتج كم؟ مجهولة، أنا بدي أعرفها. ممكن أخليها الشغل الناتج أو أكتب مكانها سين، مجهولة، على الشغل المبذول اللي هو 400، اللي هو نفس الطاقة الداخلة اللي هو 400 ضرب 100%. عندي هون بالمئة وعندي هون بالمئة، بروحوا مع بعض. هاي الإشارة، طيب إشارة اللي بالمية هاي بتروح مع الإشارة من الطرف الآخر. تمام، عندي صفرين الأربعمية مع صفرين المية حيروحوا مع بعض. تمام، ضل عندي 80 بدي أضربها في 4 تساوي سين، 80 ضرب 4 تساوي سين. مش أنا بدي أوجد سين، بدي أتخلص من الأربعة معها، فراح أضرب بأربعة أضرب بأربعة. تمام، هذا الرياضيات، استخدم الطريقة اللي بدك إياها أو أضرب 80 مباشرة في الأربعة، نفس الفكرة. 80 في 4 بنحط الصفر، 8 ب 4 اللي هي 32 تساوي مين؟ سين. بما إنه أنا بحكي عن شغل، فالوحدة هون رح تكون إيش؟ عبارة عن جول. تمام، خلينا نشوف مثال آخر. في عندي هذا المثال، خلاط كهربائي يحتاج طاقة مبذولة مقدارها 600 جول، الطاقة الناتجة منه مقدارها 300 جول، احسبي كفاءة الخلاط. عشان أحسب الكفاءة كمان نفس الشيء رح نكتب القانون. كفاءة الآلة، كفاءة الآلة رح تساوي الشغل الناتج على الشغل المبذول ضرب 100%. تمام، ويساوي الشغل الناتج هو نفسه الطاقة الناتجة، كم الطاقة الناتجة؟ 300 على الشغل المبذول هو نفسه الطاقة المبذولة، كم تساوي عندي؟ 600 ضرب 100%.
رح يروحوا الأصفار هون مع بعض. 3 على 6 هاي فيها بواحد، هاي فيها باثنين. 100 على 2 رح تعطيني كم؟ 50، وإشارة 100. إذن عندي هون كفاءة الآلة رح تساوي عندي 50%. تمام، إن شاء الله يكون هيك الدرس مفهوم. هيك أنهينا درس كفاءة الآلة. لا تنسوا تخبروا أصدقائكم عن قناة علم بالقلم، ولا تنسوا تضغطوا سبسكرايب لايك، وانتظرونا في الدرس القادم.